الله يعجبكم، برضو أكلة حلوة كده وطعمها جميل ومناسبة إن احنا نعملها في عزومة، تغيير عن المعتاد بس بطعم إن شاء الله يعني أنا ضامنه لأن أنا مجرباه. تمام؟ فراخ بالمشروم وصوص البرتقال، طعمها تحفة وجميلة جدا. هنشوف مكوناتها كمان موجودة في كل بيت بإذن الله. عندنا كيلو صدور فراخ متقطعة مكعبات، ربع كيلو مشروم أو طبق مشروم اللي هو الطبق الربع كيلو، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت، نص كوباية نشا، كوباية عصير برتقال، بصلتين متقطعين جوانح، معلقة صغيرة ثوم مفروم، 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم، وقرن فلفل شطة وملح وفلفل وحبهان مطحون، ومعلقة بشر برتقال، وزيت للتحمير، زيت خفيف يعني تقريبا نص كوباية زيت للتحمير. هنا كده احنا عندنا الفراخ، طبعا جينا مجهزاها. اقول لحضراتكم عملتها ازاي بس عشان نشتغل نجهز الخلطه معانا للفراخ عشان الوقت. نبدا نحط الزيت، هحط كده هنا معلقه زيت، وهاخد كمان معلقه زبده كده، معلقه واحده زبده، مش هنكتر طبعا، برضو تمشي ان انت تعمليها بزيت بس برضو ما يجراش اي حاجه يعني. اهو هنسيبها بس كده تسيح. هاخد هنا الفراخ، هتقولوا هو ده كيلو؟ لا هو ده مش كيلو طبعا، ده اقل، لان انا هنا عامله اهو بقيه الكيلو موجوده اهو. هنا هاخد هنا عندي ده النشا، هنا هملح النشا ده بس تمليحه ملح خفيفه جدا كده، ربع معلقه صغيره ملح اهو، ربع معلقه صغيره فلفل اسود كده بس للتنكيه يعني، رشة حبهان مطحون بس عشان انكه الفراخ كده، وهقلب النشا اهو، النشا بالدقيق والملح والفلفل كده، النشا بالملح والفلفل، انا قلت دقيق، ايه الدقيق ده جه منين كده اهو، وابدا انزله على الفراخ يا دوبك كده، انا عاوزه اديها تعفيره كده، تعفيره بس تتغطى، اعمل لها كوت كده او اعمل لها تغطيه بالنشا عشان لما احمرها. وهنا طبعا معايا انا نص كوبايه زيت، سايباها هنا تسخن كويس جدا. ابعد الحله دي عشان نشوفها كويس. كده اهي، اطفي النار التانيه زي مش محتاجاها اهو، ادي هنا كده الزبده والزيت سخنوا معايا، هبدا انزل عليهم الثوم، البصل، الجوانح كده. ما تاخذونيش بقى ده ايه صيام، وانتوا عارفين الواحد في الصيام يجيب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، بس المهم انها يعني تقضي المعنى. هنا ادي البصله كده اتشوحت، حطيناها اهي، هسيبها بقى تاخد تشويحه حلوه بس من غير ما تاخد لون يعني، انا عايزاها بس تدبل كده وتدخل في السوا شويه. وهنا عندي الفراخ اتغطت بالنشا اللي كان عليه رشه ملح ورشه فلفل ورشه حبهان، ممكن طبعا من غير، بس انا بحب ايه التوابل دي، بتدي الفراخ طعم كده وتنكيها للفرخه وهي بتتحمر. هنا بقى كده الزيت اهو سخن جدا، عايزه انزل عشان مش عايزاها تنزل ميه وتقفل المسام على طول، انا مش عايزاها برضو تاخد لون، انا عايزاها يا دوبك لون خفيف زي اللي احنا شايفينها دي. اجيبها كده هنا اهي، شايفين لون خفيف خالص اهو كده، احط كده هنا، ادي البصله ممكن يا ريس اخد الشوربه اللي بعد كده احطها معايا على النار وانا شغاله. حاضر، معانا دلوقتي كمان شوربه بروكلي، عايزين نعملها شوربه ممتازه جدا، والبروكلي مفيد وممتاز جدا جدا وبيقضي على امراض كتير. لشوربه البروكلي محتاجين زهره بروكلي، ثمره كده من البروكلي متقطعه طبعا ثمرات صغيره، بصله مفرومه ناعم، معلقه كبيره زبده، معلقه زيت، مكعب مرقه ولتر مرقه وملح وفلفل، ممكن لو مش عايزين نحط مكعب وعندنا المرقه جاهزه مفيش اي مشكله نشتغل بيها. هنا كده ارجع الحله تاني، بسم الله الرحمن الرحيم كده،
طبعا احنا عندنا هنا برضو على البصله كده، اول ما البصله تدبل مش عاوزاها انا تغير لون، تدبل بس عشان احط عليها بقيه المكونات الثانيه. وهنا الفراخ معانا اهي كده، طبعا الفراخ بس بتغير لونها تبقى ايه، تمسك نفسها وميتها تبقى جواها. اهو للشوربه انا هحط كده معلقه الزبده كده ومعلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش واحنا بنشوح البصله، معلقه واحده زيت ومعلقه زبده كده اهو. هنا البصله معانا دبلت كده، قبل ما تبدا بقى تاخد اللون على طول هبدا انزل عليها معلقه كبيره صلصه، صلصه طماطم كده، تبقى حلوه جدا جدا وطعمها مميز قوي 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 كده. تشويحه بس عشان اطير الريحه بتاعه الصلصه من الايه، من منها يعني، اما نشوح كده الصلصه مع الماده الدهنيه لوحدها او مع بصل او ثوم يبقى ايه، اتخلص من الماده الحافظه او الريحه اللي هي بتاعه الماده الحافظه اللي جوه الصلصه. هنا برضو الفراخ كده زي ما احنا شايفين على طول كده ايه، بتاخد لون خفيف خالص، اروح مطلعاها هنا كده اهو. هنا الزبده والزيت بتوع الشوربه هنزل عليهم بصلايه صغننه مفرومه ناعم كده، اخد برضو الفراخ، الفراخ اللي هي خدت لون لونت كده خفيف. فراخ طبعا انا زودتها نص كوبايه ميه، اول ما غليت على طول اتكثفت وبقى الصوص تقيل وبقى تحفه، غرفتها على طول، هي مش بتاخد وقت يعني، ممكن ما نحتاجش كمان نزودها لو كوبايه العصير كبيره او احنا مزودين من الاول شويه ميه، هتبقى جميله جدا. اول غلوه واحده، هي كده كده الفراخ مستويه، انا عايزاها بس كانت تتشرب صوص البرتقال والنكهات اللي احنا حطيناها وضفناها معاه، البشر مع العصير مع سنه الثوم، كل ده يعمل لي فيها طعم حلو. غرفناها وطبعا زينتها بكام ثمره بروكلي كده من اللي احنا كنا مدينهم غلوه بسيطه، وطلعت طبعا صينيه المكرونه من الفرن، طبعا طلعتها لان انا مش بقدر اشيل حاجه تقيله قوي، بخاف احسن تقع مني، فسعيد الله يبارك له طلعها لي.